قال المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمه الدستوريه العليا ان الرقابه الدستوريه اللاحقه للمحكمه على التشريعات ليست شعارا ولكن حقيقه وواقعا استقر في وجدان الامه وضمير الشعب وتجاوز في مضمونه حدود الاقليم المصري واشار نائب رئيس المحكمه الدستوريه العليا الى ان العديد من القواعد والاحكام التي اقرتها المحكمه الدستوريه العليا اصبحت محل استشهاد وثناء من جانب العديد من الكتاب والمشرعين الدوليين الذين يتناولون المسائل المتعلقه بالدساتير والقوانين الرقابه التي تباشرها المحكمه مردها واساسها مبدا سمو الدستوري باعتباره القانون الاساسي الاعلى الذي يرسل القواعد والاصول التي يقوم عليها نظام الحكم وهذه الرقابه الدستوريه لم تكن ابدا محض شعار يتشح به الوطن وتزدان به الجماعه انما هي حقيقه وواقعا استقر في وجدان الامه وضمير الشعب بل جاوز قضاؤها بمضمونه حدود الاقليم المصري وصار لافتا باهميته انظار كثيرين من رجال الفقه الدستوري في الدول الغربيه